السلام عليكم شباب قناه مشروع وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مجموعه تمارين لحرق طول البطن والخصر في نفس الوقت. قبل اي حاجه زي ما احنا بتاعكم دايما، ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الكره توصل لكم كل فيديوهات جديده كل برنامج بتاع الفيديو. من قبل ما اعرض عليكم التمرين الاول او كمان من قبل ما اعرض عليكم باقي التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي انا هعرض عليكم او اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على حرق طول البطن والكناب او الخصر بنفس الوقت. وكمان لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر او نصايح اكتر تساعد بشكل كبير جدا على انكم توصلوا للنتيجه اللي انتوا عايزينها في فتره قصيره جدا بجانب التمارين اللي انا هعرض عليكم، افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض هيركز او هيساعد كمان ويساهم على حرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن، وهنعمل التمرين ده مع بعض اربع مجموعات في 20 عد. يلا بينا. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول دلوقتي هنعمله مع بعض وهعرض عليكم التمرين الثاني. التمرين الثاني هيساهم ويساعد على حرق الدهون المتراكمه في منطقه الخصر، والتمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وهنعمل التمرين ده مع بعض اربع مجموعات في 15 عد. يلا بينا. We'll be right back.
ودلوقتي حاطط عليكم وهنعمل مع بعض التمرين التالت. التمرين التالت هيساعد ويتساهم على حرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه البطن بالكامل، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا. واخيرا حاطط عليكم التمرين الرابع والاخير. التمرين الرابع برضه هيساعد ويتساهم على حرق الدهون بتبقى متراكمه في منطقه الخصر، وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عد. يلا بينا. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا. زي ما احنا متعودين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارفع لي كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في وقت، او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كره توصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان برضه بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تفيدوا. السلام عليكم.